تقدرش تقدم له نصيحه. اي مين برضه محل النصيحه؟ معلش ممكن تقدم نصيحه، الاسلام برضه يعني عنده احكام بالتعامل مع الحاكم، ده تقدم نصيحه هي للحاكم هي ما خطبه جمعه تمشي له في المكتب، والحاكم براه ونصيحته بتختلف عن بقيه الاخرين، ودي احكام شرعيه عبادات. نحن نتكلم عن ذلك، نتكلم عبادات نحن نلتزمها. رد على معالي وزير الارشاد، وليس ذلك يعتبر من جنس الخروج على الحكام كما يعتبر بعض الجهلاء من العصبجية السفهاء ومن سار على الأناجيل. ده تنصح الحاكم هاي امشي له في المكتب، بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ده في كتاب السنة لابن ابي عاصم بالاسناد الصحيح وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح السلطان ها فلا يبدو علانية، ما تنصح الحاكم علانية، قال فليخلو به، يخلو به، تنصح الحاكم اي لاي قضية هلا فيها فليخلو به، تمشي الحاكم محل قاعد. سيادة الوزير انا داير اعرف ما هو السبب، ما في مبرر الكلام ده، ما عنده مبرر. اتحدى معالي الوزير وكل صوفي، اتحدى معالي الوزير وكل صوفي، اتحدى معالي الوزير وكل صوفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح السلطان ها فلا يبدو علانية، ما تنصح الحاكم علانية. ما هو رد معالي الوزير في هذا الكلام؟ اوعى تقول لي يا معالي الوزير ده متسوق، ده تقدم نصيحة هي للحاكم هي ما خطبة جمعة تمشي له في المكتب. ده ناس الأمن، ناس الأمن طبعا ده الناس بيمثل الحكومة ولا بيمثل الحاكم؟ نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله؟ بيمثل الدولة. طيب الوزير ده عندك حاكم ولا ما حاكم؟ فده منهج باطل، منهج بتاع انصار السنة. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.